لكم بس تفضل. الرجال هذا وافي ابو سليمان يستاهل، وقدم لنا استريح يا ابو خالد، قدم للمجلس هدايا وحفظ هدايا انا وابو سعود لين جينا ما كنا موجودين. ونعم، والحين الوفاء ما له الا رد الوفاء، والجميل ما له الا رد الجميل، والهديه صغيره ولكن يكبرها انها على متن ابو سليمان. عالي مقام وعالي قدر يستاهل، وحنا نقدم لها الهديه ذي والله انها مش لحيه الخاص. يستاهلون صبيان بالاحمر كل منهم يعود ببش. يستاهلون يستاهلون والله يستاهلون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يستاهل. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك يا ابو بجد، يا لي على ابن حمود جمال وجد، واقول لك لا انت وشكرا جزيل، والله يوفقني لرد الجميل، والله يوفقني لرد الجميل، تحكم علينا سلومانا والعوايد اللي بانوها اجدادنا الاولين. يا لا لا يا لا 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 اللي بانوا هجدا يا لا لا ولين. الله لا يهينك يا حسن. يا أخي عشان أبو علي وعشان أبو حارث جايين بهذه المحازم والعلم، شغل لهم حاجة يا أخي. يلا شغل أبو علي. الله يبيض وجيهكم ويجود عليكم ويكثر خيركم. والحقيقة أنا أعتقد يا أخواني، أنا أعتقد إن أسعدنا اليوم هو سعيد الأحمري والله العظيم، لان بشت الشيخ عايض انا اعتبره والله اعز هديه. السعاده لي انا. الله يرفع قدرك. وهذا انت تجمل البشت، ما هو بالبشت اللي جمل. يا سلام، يستاهل ابو ظاهر يستاهل. ونعم به. اثابك الله ويحفظك ويبارك ويسلمكم الله. هذه يا حد يقول حسن، هذه لك يا ابو علي انت وابو حارث. يقول هديه. يا لا 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 لا
يبيض وجيهكم، الله يبيض وجيهكم. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شكرا للمعد الممتاز حسن بن عباس، الله يعطيه العافيه. شكرا ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا حسن، الله يبيض وجهك يا ابو علي وابو الحارث كل من شاركنا. احنا في انتظارك يا ابو. ابدا.